open your books on page 69. افتح الكتب على صفحة 69 من الكتاب الملون. عندنا هنا تمارين to exercise about المقارنة والتفضيل. طبعا موضوعهم راح تفهموا شنو معنى المقارنة والتفضيل أكثر. انتبهوا وياي. listen look antique yes or no. اصغي وانظر وضع علامة صح يم كلمة yes أو no. number one a cow is bigger than a cat. يعني البقرة أكبر من القطة. انتبهوا لي أعزائي الطلاب، هذا مستخدم يعني مقارنة بين شيئين، هي بين البقرة وبين القطة، ومستخدم الصفة هي big big كبير bigger أكبر، بعد الصفة مباشرة تيجي كلمة than يعني من، يعني من المقارنة الثانية. أوكي، فهو قال هنا a cow is bigger than a cat، يعني البقرة أكبر من القطة. yes or no. yes. نخلي تيك يم كلمة yes. two a tree is taller than a man، يعني الشجرة أطول من الرجل. مستخدم هنا صفة taller أطول، الشجرة أطول من الرجل. yes. three a bus is smaller than a car، يعني الباص أصغر من السيارة. no، لأن الباص أكبر مو أصغر، هنا مستخدم هو smaller. four my grandpa is older than my baby sister، يعني جدي أكبر older كبير بالعمر أكبر من أختي الطفلة baby sister. yes. خلي yes. number five a rubber is longer than a pencil. what's the meaning of rubber؟ yes rubber. good. rubber هو ممحى، يعني يقول الممحى أطول من القلم pencil. no. number six an elephant a monkey and a crocodile. هنا يجي يشرح التفضيل، هنا منطينا ثلاث حيوانات الفيل والقرد والتمساح. يقول a crocodile is the biggest، يعني هل التمساح أكبر؟ هل هو الأكبر؟ no. ليش؟ لأن عندنا هنا منو الأكبر؟ الإليفنت. yes. الفيل هو أكبر من القرد والتمساح. number seven منطينا أيضا على التفضيل، يقول an apple a banana and an orange. a banana is the longest، يقول التفاح عندنا والموز والبرتقال، يقول البنانا الموز هي الأطول. صح أم خطأ؟ yes. إذا خليتي كم كلمة yes. التمرين اللي بعده يعني بينك وبين صديقك مثل السؤال والجواب. يقول say and write yes or no، قل وأكتب yes or no. نجي على وان اللي هو حالها. a train is the bigger than a pig، يعني يقول القطار أكبر من الدراجة الهوائية. yes or no. yes. وأصدق وصديقة شي يقول أيضا يقول yes. إذا هسا two نجي على two a toy is longer than an arm، يعني هسه مقارنة بين منو منو. توي سوري يعني أصبع القدم الصغير، والأرم يعني الذراع. منو يقول هو أكبر من الذراع. then no because الأرم هي الأكبر. I am older than my mom، يقول ثري هسه يقول أنا أكبر من أمي. غلط. no. number four an ant is smaller than a mouse، مقارنة بين النملة والفار، يقول النملة أصغر من الفأر. yes. number five a giraffe is taller than a mountain، مقارنة بين الزرافة وبين الجبال الجبل، يقول الزرافة أطول من الجبل. هل هذا صح؟ no. number six كلش مهم six and seven which is the biggest، سؤال هذا يقول أيهما الأكبر. منطقة ثلاث اختيارات a car a truck a train، يعني السيارة أم الشاحنة أم القطار. منو الأكبر؟ البيجست. نكتبها كلمة كلمة منو؟ a train. yes القطار هو الأكبر بين هذا. number seven which is the smallest، من أيهما الأصغر؟ منطيك ثلاثة a head الرأس an eye العين an ear أو الأذن. إذن أصغر شيء منو؟ العين an eye. أرجو منكم أعزائي الطلاب أن تحلون داخل الكتاب. Thank you.